بعد ما احنا بقى اتعرفنا على الفرق بين الداتا والانفورميشن والنولج، تعال نكمل في النولج. احنا اتفقنا ان النولج ده عباره عن ايه؟ عباره عن انفورميشن صح، وعليها ايه؟ اكسبيرينس، وكمان عليها ايه؟ الانسايتس، الذكاء بتاع الانسان. طيب ازاي بقى اكوايرنج نولج؟ السورسز، ايه مصادر اكتساب المعرفه؟ يعني دلوقتي هنتكلم دلوقتي عن مصادر اكتساب ايه المعرفه، ازاي اخد النولج دي اكتسبها. قال والله مصادر اكتساب المعرفه ممكن نقسمهم لثلاث مصادر اساسيه، لثلاث مصادر ايه؟ اساسيه. المصدر الثلاث مصادر دول، في اول مصدر فيهم الان ساينتفك سورس اوف نولج، ده مصادر غير علميه لاكتساب المعرفه. ان ساينتفك ايه؟ سورس، مصادر غير علميه لاكتساب ايه؟ المعرفه. الحاجه الثانيه اللي هي الساينتفك سورس، المصادر ايه؟ العلميه لاكتساب ايه؟ المعرفه. والحاجه الثالثه اللي هي ديفاين بوكس، الكتب السماويه زي القران الكريم والتوراه والانجيل والزبور وكل الكتب ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها ايه للبشر. طيب احنا في الجزء ده هنتكلم بدايه عن ان ساينتفك سورسز اوف نولج والديفاين ايه بوكس، هنتكلم عن المصادر غير العلميه لاكتساب المعرفه والكتب السماويه لاكتساب ايه المعرفه. هنبدأ بالإيه؟ بالان ساينتفك سورس. بالنسبة للان ساينتفك سورس اوف نوليدج، في مصادر كتير غير علمية لاكتساب المعرفة، ولكن احنا هنذكر أهم المصادر الان ساينتفك فور اكوايرنج ذا نوليدج عشان اكتسب المعرفة. أول حاجة والاكسبريشن اللي أنا هقولها دي مهمة جدا، لازم تكون إيه؟ عارفها. أول مصطلح عندي اللي هو الامبريكيزم، الاتجاه التجريبي. الامبريكيزم اللي هو الاتجاه التجريبي، اللي هو ايه؟ قايم على التجربه، تمام، ولكن تجربه عشوائيه شويه، عشان كده بنقول عليها ان ساينتفك. ده ماشي بمبدا ايه؟ انا ما بصدقش حد الا ما بشوف بعيني، تمام. يعني بيكتسب، عمره ما يكون عنده نولج بيكتسبها الا لازم يشوفها بعينيه او يحسها بلسانه، تذوقها، او مثلا يسمعها بودانه، طبقا ليه النوع النولج اللي هو عايز يكتسبه. قد يكتسب حاجه طعم باللسان، او عايز يسمع حاجه عن طريق السمع، او عن طريق الرؤيه. فالامبريكيزم اللي هو ترجمته الاتجاه التجريبي لاكتساب المعرفه، الاتجاه التجريبي لاكتساب ايه؟ المعرفه. فبيقول النولج فيا امبريكيزم، اكتساب المعرفه بالمبدا التجريبي ده، بيتم خلال الاوبزرفيشن والاكسبيرينس اوف ذا سايت، والخبره بتاعت ايه؟ المشاهد اللي هو بيشوفها. هنا الشخص اللي بيكتسب المعرفه بيؤمن بحاجه، اي بليف نو ثينج، انا لا اعتقد ولا اصدق اي شيء until I see it، تمام، with my own eyes، يعني ان انا اشوفه بعيني الاثنين، تمام. طيب ولكن هنا السبب اللي هو الاتجاه ده عشوائي شويه، ان هو قد يشوف حاجه غير منطقيه ويصدقها ويقتنع بيها، تمام، وتصبح عنده نولج، معرفه. النولج جوه الانسان صعب ان انت تغيرها بعض الشيء، تمام. طب ممكن تصحح للانسان انفورميشن، ولكن صعب ان انت تصحح له النولج بتاعه. فهنا الاتجاه التجريبي ده قايم ان هو يشوف الحاجه بعينيه، قد يكون شاف حاجه، تمام، بالصدفه، او قد تكون عينيه فسرت الحاجه غلط، فيكون اكتسابه للمعرفه بالتالي هي ايه؟ غلط برضه. فهنا المبدا ده لازم تعرفه، ده بيتم عن طريق الاوبجكتيف اوبزرفيشن اللي هي المشاهدات الموضوعيه، يعني اللي هي حاجه المحبوكه قوي اللي بتشافها قوي كويس جدا، تمام، حتى لو كانت الحاجه دي نادره الحدوث، بتبقى عنده اعتقاد ايه؟ اعتقاد دائم. قد يكون حاجه حصلت بالحظ، تمام، ممكن يكون الحاجه دايما طعمها وحش جدا، ولكن في مره من المرات دي ذوقها لا طعمها حلو، فعنده الحاجه دي جميله جدا قوي، يعني تقدرش تغير المبدا ده عنده. الامبريكيزم دايما الناس المؤمنه بالمبدا ده او بتكتسب النولج بتاعها عن طريق الرؤيه او السمع او التذوق او الشم او التاتشنج، اللمس، ايه الموجود. يبقى ده اول مبدا او اول طريقه ان ساينتفك سورس اوف نولج، اللي هو الامبريكيزم، اللي هو الاتجاه اللي هو بنسميه الاتجاه التجريبي، وده قايم على المشاهدات الموضوعيه وال الحاجات اللي بيشوفها او بيسمعها او بيلمسها او بيشمها او ايه او بيتذوقها. طيب المبدا الثاني، وكلنا تمام اكتشفنا نولج كبيره جدا، دي كلنا بلا استثناء،
اللي هو الترايل اند ايرور، المحاوله والخطا، المحاوله وايه؟ والخطا. طيب طبعا لما حضرتك بتيجي تشتري تليفون جديد او بتشتري لابتوب جديد او تابلت او اي حاجه، بيجي معاك كتالوج. هل انت بتروح تقرا الكتالوج كلمه كلمه؟ لا، ولكن انت بارع في الايفون بتاعك دلوقتي. ليه؟ لانك حاولت واخطات، حاولت واخطات، فتعلمت واصبح عندك نولج فيه. يعني مثلا انا راجل معيش ايفون وجبت ايفون جديد، تمام؟ فاجي اقول مين يا جماعه، اقعد اقول مين اللي عايز حد يعلمني عليه، تمام؟ في البدايه الحاجات الاساسيه هروح لشخص معاه ايفون، لان عنده ايه؟ عنده نولج، عنده اكسبيرينس، تمام؟ اقول له بيشتغل ازاي، فهمني الوضع بتاعه. وبعد كده مش هروح له كل شويه، لا، ده بعد كده انا هبدا احاول، تمام؟ اعمل ترايل، محاوله، ولو اخطات تمام هعمل محاوله تانيه وهكذا. في حاجات ما تنفعش دي اللي انا اتعلمها فقط، لازما بالممارسه، ولازما اغلط واصحح لنفسي، اغلط واصحح ايه؟ بنفسي. نفس الحكايه بتتم على الدرايفنج، السواقه، تمام؟ السواقه ده ممارسه، في اخطاء بتتم بترتكب، تمام؟ يبقى كل حاجه يوز اوف كمبيوتر، تمام؟ استخدام الكمبيوتر والبرامج اللي على الكمبيوتر ده برضه قايم على الترايل اند ايه؟ ايرور. يبقى الترايل اند ايرور، المحاوله والخطا، هو وان اوف ذا واي اوف اكوايرنج نيو نوليدج، من احد المصادر لاكتساب معرفه ايه؟ معرفه جديده، تمام؟ الانديفيدوال، الاشخاص بتتعلم، تمام، اشياء مور ثينجز، اشياء كتير جدا ثرو ترايل اند ايرور، خلال المحاوله وايه؟ والخطا الموجود. طيب النوليدج، تمام، قايمه مرتبطه دايما بالبراكتيكال، بالممارسه العمليه، الممارسه الحياتيه، تمام؟ وبيكتسب الانسان، بيكتسب فيها سكيلز، وبيصبح بروفيشنال كل ما بيعدي عليه الوقت. وانت معاك عربيه بتسوق، اول شهر غير ثاني شهر، غير اول سنه غير ثاني سنه، تمام؟ الامور بتكتسب. يبقى دلوقتي الاكزامبل للترايل اند ايرور، او اكوايرنج نوليدج يوزنج ترايل اند ايرور، زي اليوز اوف ذا كمبيوتر، استخدام الكمبيوتر، السمارت فون، الدرايفنج، التيتشنج، تمام، التعليم، تعلم الامور دي كلها، تمام؟ يبقى ده من الحاجات الاساسيه ايه اللي موجوده في الان ساينتفك سورس اوف ايه اوف نوليدج. نروح لطريقه ثالثه اللي هي التراديشن، اللي هي العادات، وساعات بنسميها اللوكال نولج، تمام؟ في مهن كده موجوده في الحياه الاساسيات بتاعها مش موجوده في كتب عشان تتدرس، حتى لو تواجدت، تمام، يعني التزامك بيها قوي مش زي اللي هو ايه، حاجه مورثه جوه الانسان. بمعنى ابسط حاجه، الفلاح اللي عنده حته ارض، تمام، بيبقى عارف كل حاجه موجوده، عارف الامراض اللي بتسيب الارض، اللي بتسيب المحصول، وعارف العلاج، تمام. ده كله توارثه عبر الاجيال، والده علمه كده، تمام. الناس اللي بتصطاد، تمام، برضه كده توارثته عن طريق التراديشن والعادات والتقاليد، تمام. ليه؟ طرق العلاج البدائيه، تمام، اللي هي طرق العلاج اللي هي قايمه على الوصفات وهكذا، يعني دي كلها بتندرج تحت التراديشن والعادات والتقاليد. يعني مثلا العادات والتقاليد بتقول ان والله لو حد اتعور وجاب دم جيب بن وصبت عليه، مش هو مش هيعرف التفسير العلمي بتاع ده ليه، هو قد يكون صح، تمام، ولكن السبب او التفسير العلمي هو مش عنده الحته دي، هو شاف اللي قبله بيعمل كده. ودي الجزئيه اللي انا عايز اركز عليه، تمام، ان هو بيشوف بيتوارث الموضوع من الاجداد والعائلات والامور دي كلها، بتوارث المهن في كل شيء، تمام. يعني مثلا تلاقي الارض بيصابها مرض كذا، حط عليها ماده كذا، طب حطيت عليها ماده كذا؟ لا، ما انا ما اعرفش، ولكن الوالد او الشخص المتعلم منه هو ده الحاجه اللي هو شافه بيعمل كده، فهو قلد تقليد. التراديشن التقاليد دي جايه من التقليد ذات نفسه، انا بقلد بس، جاي ان انا ايه؟ بقلد فقط. طيب ماتش، وده تعتبر سوشيال، حاجات اجتماعيه. الماتش سوشيال ريليتد نوليدج مالها؟ بيحصل لها ترانزميتد، انتقال ثرو تراديشن، خلال العادات وايه؟ والتقاليد. الماتش انفورميشن بتعتمد دايما على على التقاليد، تمام؟ وقلنا هنا عشان ما تنساش، دايما بتتوارث خلال الجنريشنز، الاجيال، زي التولز اند تكنيكس بتاع طرق الزراعه والصيد،
التراديشنال ميديسن اللي هو الطرق التقليديه للطب. والله ده انا بطني بتوجعني، معلش بكح، الكح ده بهات ورقه ورق جوافه يا ابني وانت جاي وانا ابلغه لك وتشرب ايه؟ طيب ليه ليه؟ هل والدتك او اللي بينصحك بالنصيحه ديت عارف الابعاد الطبيه لورقه الجوافه ديت، ايه المكونات اللي خلت الكحه تهدى عن طريق ورقه الجوافه؟ لا، ولكن هي تقاليد وتقليد توارثوه عبر ايه؟ ودي صورة بتوضح بعض الحرف أو الطرق تصنيع أو النولج إزاي بيحسبوها عن طريق العادات والتقاليد والوصفات الطبية والأمور ديت إيه وما شابه. ودي حاجات كتير بنشوفها في حياتنا اليومية في جميع الإيه المجتمعات اللي إحنا بنعيش فيها. هنروح للحاجة الرابعة اللي هي التنسيتي، يعني ما تحاولش تترجمها قوي، يعني ايه؟ افهم معناها. انت لو جيت تترجمها اللي هي تنس في ديت معنى التشتت او العناد، ولكن الترجمه الحرفيه بعيده عن المعنى المقصود به. بمعنى ايه؟ ده يا جماعه الكلمه ديت تحتقع تحت شعار، يعني ايه؟ في مثل كده بيقولوه زمان ان الزن على الودان امر من السحر. هنا هو ده اللي بيحصل، إن الإنسان يقدر يعيد شعار سلوجن موجود عام، تمام، لغاية ما يقتنع إن هو حقيقة، تمام؟ يعني يقعد يكذب كذبة مثلا أو يقول حقيقة، يعني سواء كذبة أو حقيقة، يقدر يقولها يكررها كذا كذا لغاية ما بقت عنده نولج موجودة عنده. وأي معضلة، تمام؟ أو أي حاجة غير الشعار اللي هو حاطط ده، تمام؟ بتبقى كلها غلط، بتبقى فيها إيه؟ مشكلة. هنا التنسيتي بقى إن لما أكتسب المعرفة، ان انا اسمع هيرنج ابيس اوف انفورميشن، اسمع يعني مجموعه او قطعه من معلومه، تمام، وابدا يا جماعه ايه بليف، بعتقد اللي هي صح، قد تكون المعلومه دي غلط، تمام، اعتقد اللي هي صح، وبعد كده يا جماعه ايه، خلاص اصبحت عندي ده، مفيش بقى مفيش تراجع عنها، تمام. وده اللي بيمارسه الاعلام في بعض المنتجات، لما بيجي يسوق بعض المنتجات، ماشي، بيزرع الاعتقاد ده جوه. وده انا شفتها في بنتي الصغيره لما كان مثلا بيتكلم اعلان بيجي عن ديتول، بيقول ديتول بيقضي على 99.9% من الجراثيم والامراض، مش ده الاعلان؟ الاعلان بيتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، اوكي، فدخل عندها اعتقاد ان هي مش عايزه تستخدم الصابونه غير صابونه ديتول. ليه؟ لان تكرار السلوجن ده عمل جواها النولج، خلاص سمعت حاجة هتتكرر قدامها، تمام؟ فخلاص بقت مقتنعة بها تماما. قد يكون المعلومة صحيحة أو غير إيه؟ أو غير صحيحة. ولكن هو ده اللي أقصد بيه التنسيق. هنا الميسج بتاعها، ماشي؟ مين اللي بيستخدمها؟ بيستخدمها الناس بتاع السياسة، تمام؟ وكمان زي ما اتفقنا الناس بتاع مين؟ بتاع الإعلانات، اللي هو يعمل إيه؟ يعمل ريبيتنج بزر سلوجن، بيكرر شعاره، تمام؟ فور سنت برودكت اوفر اند اوفر انتل بيبل، يعني بيقعد يكرروا مره واثنين وثلاثه واربعه، يقضي على مش عارف ايه كذا، الامور الاحسن في كذا، المسحوق رقم واحد في كذا، الحل الامثل لكذا، المعمل رقم واحد في مصر، وهكذا. بتكرار الحاجه ذات نفسها، تمام، ريبيت اند ريبيت، شوف، باي ريبيتنج زير سلوجن فور سيرت برودكت اوفر اند اوفر، حاجه اوفر فوق الاوفر كمان انتل بيبل، خلاص اللي المصاحبه للسلوجن ده بيقتنعوا ان البرودكت ده ميت تيست، هو بيقابل كل الطموحات بتاعهم وبيحقق لهم كل المتطلبات ايه الموجوده. يبقى التنسيتي ده عباره عن اللي انا اسمع جمله واقعد اكررها لغايه ما اقتنع ان هي حقيقه حتى لو كانش حقيقه، تمام. وقلت اكتر مكان بيستخدم فيه اللي هي البوليتيكال، الحاجات السياسيه، تمام، مثلا يقعد يقرر شعاره السياسي في الانتخابات مثلا او ما شابه ذلك، او اللي هو ايه المنتجات ايه الموجوده عندي، لما يكون عندي منتج عايز اسوق له، فانا الاعلاميين الشاطرين اللي فاهمين يتبعوا سياسه التنسيتي اللي انا اقعد اقرر مره واثنين وثلاثه واربعه السلوجين بتاع الشعار بتاعي، تمام، عشان الناس تبدا تقتنع ويبقى جزء من حياتهم ومقتنعين، حتى لو كان عكس المنتج ده سيء بيبقى عنده اقتناع
من كتر التكرار اللي بيحصل ان ده حاجه ايه؟ حاجه جيده. ايضا التنسي سموثنج، يعني حاجه something تمام، بتبقى خلاص بقى. يعني دي الحته اللي بقول عليها ان الانسان حتى لو حاجه مش كويسه فسيولوجيا من جوه هو فورس تو بيبل تو اكسبت ات، هو مجبر ان هو يقبل الحاجه دي. الحاجه الوحشه ديت انا ممكن بالتكرار والاعلانات كتير عنها ممكن احسن لك صورتها، وانت فسيولوجيا انت هتقبلها تمام. يعني حتى لو انت حاسس العكس بس هتقبلها. المبدا الخامس او الطريقه الخامسه لاكتساب المعرفه حاجه اسمها الريشناليزم، اللي هو المبدا العقلي او الاتجاه العقلي لاكتساب المعرفه. الاتجاه ايه يا جماعه؟ العقلي. ده ماشي بالحاجات اللوجيك المنطقيه. يعني الفرق بينها بين الامبرتيزم اول نوع، اللي التاني ده ممكن يشوف حاجه اوبزرفيشن مشاهده بس غير منطقيه اصلا، حاجه عشوائيه، حاجه جت بالحظ مره ويقتنع ويكتسب المعرفه من خلالها. اما الريشناليزم ده بيبقى حاجه يا جماعه قايمه على اللوجيكال ريزوننج، يعني الاسباب المنطقيه. الاسباب ايه؟ المنطقيه، الايديا والايكوري ستيتد اند لوجيكال رولز والحاجات دي كلها. غير كده مش بيقدر يشكل وعيه قوي تمام. يبقى هنا زي مثلا ايه الامور، مثلا بيقول all humans are mortal، يعني كل البشر هيموتوا مثلا. خلاص ايام هيومن، انا شخص من البشر فطبيعي ان انا اموت، ده المنطقي ولا مش المنطقي تمام. طيب attractive people are good، انا حاطط قاعده اهوت ان الاتراكتيف بيبول ار جود، الناس الجذابه تمام. ده دايما بيبقوا ناس كويسين. طب فحافظ ده از اتراكتيف، فطبيعي طالما القاعده انا حاططها تمام، طب فحافظ ده هيبقى از جود، انسان خلاص جود. طيب على الرغم ان هنا بيتبع تمام رولز، ولكن تكون الرولز دي تكون مش سليمه. يعني مثلا قاعده اتراكتيف بيبول ار جود، مش شكل الانسان الاتراكتيف، مش شرط ان الانسان الاتراكتيف دايما يبقى جود تمام. في ناس كتير بتكون تلاقيها اتراكتيف ومش جود صح. طيب ففي الحاله ديت، ولكن هو التفكير بتاعه النولج بتاعته بيكتسبها عن طريق اللي هو الريشناليزم، التفكير المنطقي او العقلي تمام، ده بيتبع لوجيكال ايه جزء من المفروض عقلي. طيب هتكلم عن مصدر اخر تمام، اللي هي الاسيرتي، اللي هو القدوه بقى. الاسرس ده اللي هو القدوه بتاعتك تمام. ان في ناس بتاخد النولج بتاعها كلها من اشخاص بعينهم تمام. يعني هنا مثلا واخد قدوه بتاعته في ماس بيبل مثلا او بيرسون، شخص مشهور. الشخص المشهور ده لو قال اي معلومه تمام، حتى لو المعلومه ديت يعني خطأ بنسبة 1000000%، يقول لك لا، يكتسبها منه ويقول لك هو صح تمام. فدايما النولج فاي اوثورتي، اللي انا اكتسب النولج عن طريق القدوة تمام، او نسميها ايه الرمز بتاعي تمام. النولج هنا بنكتسبها عن طريق الفيجرز، الرموز بتاعتي اهون اكسبت respected or ايه famous person في الاصل. اي شخص مشهور هيقول لنا حاجه انا واخده فيجرز او اوثر ليا تمام، كلامه صح. طيب اول في اوثر للانسان هو البيرنت، الوالدين بتوعه تمام. وقد يكون الاوثرز بتاعهم بعد كده اللي هو التيتشرز، وبعد كده ممكن يكون حد مشهور. في ناس مثلا بتاخد الاوثر بتاعها لعيب كوره مثلا، فأي حاجة بيعملها حتى بيقلده في الشكل وبيقلده في الكلام وبيقلده في اللبس، في أمور كتير جدا تمام. فالنولج بتاعته بتكتسب من هنا. وهنا دايما الست مصادر اللي أنا قلتهم دايما احتمال، يعني دايما بقول عليهم ان ساينتفك، لأن السند بتاعهم مش قوي. السند بتاعهم دايما إيه؟ مش قوي. يعني إيه؟ الأسرتي ديت ممكن القدوة اللي أنا واخدها ديت ممكن يكون بيعمل حاجة غلط تمام. حتى المثال اللي فات اللي هو الريشناليزم، اللي هو الاتجاه المنطقي او العقلي، اللي انا جاست اللي انا بفولو ذا رولز، بتبع الرولز بطريقه لوجيك بطريقه منطقيه تمام، سواء الرولز دي صح او ايه او خطا، فكلهم بيعتبروا ان ساينتفك. يبقى الان ساينتفك تمام
عندي 6 مصادر بكتسب بيهم النولج بطريقه ان ساينتفك، بطريقه غير علميه. اتكلمنا عن اول حاجه الامبريكس، وقلنا ده انسان ما بيصدقش اي حاجه الا ما بيشوفها او يحسها، حتى لو الحاجه دي جت بالحظ بس هو كده هو ما بيصدقش ايه الا كده. الحاجه الثانيه الترايل اند ايرور، والمحاوله والخطا. الحاجه الثالثه اللي احنا شفناها ان هو مثلا الاثوريتي اهو، وعندنا خلاص الاثوريتي، وشفنا التنسيتي اللي هو الناس تقرر الشعار بتاعها عشان الناس تؤمن بيه، تمام. فدي كلها مصادر ايه للمعرفه ان ساينتفك، النولج ازاي اكتسب النولج، تمام، بطريقه غير ايه ساينتفك. طيب ديفاين بوكس بقى ده نوع تاني بقى، اتفقنا ان عندي 3 انواع، النوع الان ساينتفك والديفاين بوكس والساينتفك. احنا هنكتفي في الجزء ده بالديفاين بوكس اهوت، بعد كده هنتكلم على الساينتفك، تمام. الديفاين بوكس ده السورس اوف ديفاين نولج از جود، يعني تخيل كده المصدر، تمام. انا كنت بقول في الان ساينتفك دايما الارضيه اللي واقف عليها غلط، فتخيل السورس بتاع الكتب السماويه هو ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا النولج اللي بتكتسبها عن طريق الكتب السماويه بتبقى فرق كتير جدا في حياه الشخص وفي معلوماته وفي طريقه تفكيره، تمام. فانا عندي الكتب، سواء لو نتكلم عن التوراه سيدنا موسى عليه السلام، او الزبور سيدنا داوود عليه السلام، او الانجيل لسيدنا عيسى عليه السلام، او القران لسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، دي كلها كتب انزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول السورس بتاع النولج هنا هو ربنا سبحانه وتعالى، تمام. سواء كانت النولج اللي انت اكتسبتها حاجات سوشيال، حاجات اجتماعيه، تمام، قران، تمام، الكريم في حاجات كتير جدا بتتكلم عن الحاجات السوشيال، معاملات الناس ببعضها، معاملات الجيران ببعضها، بتتكلم عن المعاملات في التجاره والمعاملات في الزواج وفي الميراث وفي الامور دي كلها، تمام. ونفس الحكايه في الكتب السماويه ايه الاخرى، ولكن ده مصدر موثوق طبعا، يعني حاجه لا مش هنتكلم عنها كتير يعني، تمام. ده المعرفه اللي بتكتسب عن طريق الفايل بوكس دي معرفه من ارقى انواع المعرفه، تمام، اللي ممكن يكتسبها الانسان، وتقدر تزود المكتبه بتاعه التفكير ايه التفكير دي.